السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة قلعة الشروح. هذا الفيديو مهم جدا. ربما هناك الكثير من من المستثمرين عندما يستثمرون في أي عملة، طبعا الحال لديهم سؤال واحد، وهو أن هذه العملة بعدما يشاهد المشروع ويشاهد أنها عملة جيدة إلى غير ذلك، عندما يدخل فيها ويقول كم ستصل هذه العملة، فهو يعطي مثال. طبعا الحال نأخذ مثال على دوغ إيلون، هذه العملة فيشتريها طبعا الحال 1 2 3 4 5 5 0 18. بعدها يقول لك ربما سوف تصل إلى 0.001 هنا. ربما، نعم، يمكن، لا يمكن، نحن لا ندري، لا نعرف، هذا هو السوق. هو يعطي احتماليات، يقول ربما الواحد سيكون هنا أو يكون هنا أو الواحد سيكون هنا، هذه احتماليات خاصة به. لكن ماذا إن أريتك طريقة تعطيك احتماليات حقيقية، نقول احتماليات ممكنة. أوكي، ندخل في الشرح مباشرة لكي تعرف ذلك. أوكي، هذا لديك الدوك إيلون، تريد أن تعرف كم ستصل، وفي المارت كاب الخاص بها فيها مليار كما نشاهد هنا. وندخل في هذا الموقع دوكوين، سأضع لكم في أسفل الفيديو. هنا تضع العملة التي تريد أن تعرف كم ستصل، إذن إيلون دوغ هي هذه العملة. أوكي، يعطيك نفس الشيء 18، نعم موجودة هنا 18. هنا بليون يا مليار واحد، نعم كما هو حقيقي هنا موجود أيضا. هنا في الكالكوليتر سبلاي 557. أوكي، نشاهد هنا 557 هكذا 0.6، شاهد 0.5. اوكي، نخليها كما هي افضل، فقط لكي نعطي ارقام تقريبيه وكما هي. 657، عفوا، نعيد، لا مشكل. اوكي، فقط انت تعطي هنا الارقام الموجوده في هذا المكان، توتال سبلاي. اوكي، هذه العمله تعطيك هنا كم وصلت، فتقول له إذا كان هاد دوغ إيلون وصل كالبيتكوين في المارت كاب الخاص بها، فطبعا الحال فهذه العملة لن تصل كالبيتكوين، كي لا نكون البيتكوين فهو مرتفع جدا وأكبر عملة، ليس هناك أي عملة صغيرة بدأت الآن لكي تصل إليها، لهذا سنقوم بحذفها طبعا الحال. فأنت ستقارنها بالعملات الميمز أو بالعملات اللي هي تشبه لها كالشيبا مثلا، نفسها نقارن بها. الشيبا هنا موجود فيها 30 مليار كما تشاهد، 30 مليار شاهد هنا فقط مليار، وهنا 30 مليار. أوكي، فهنا نقارنها بالشيبا، نعمل هنا الشيبا، إذا وصلت في المارت كاب الخاص بها مثل شيبا إينو كل شيء هنا الآن، فنحن قمنا بمقارنتها بما يمكن أن نقوم بمقارنته طبعا الحال دوك إيلون بشيبا. فهنا يقول لك إيف هذه العملة دوغ إيلون مارس هاد كانت أو أصبحت مثل شيبا في الماركت كاب اللي هي 29 مليار، فواحد إيلون would be worth it سيكون 0.045، أي أنها إذا وصلت في المارت كاب هذه العملة نفس الشيبا، سوف تكون 4.5، 4 أصفار وهنا 5 في هذا المكان 5، ماشي 54، ستكون مضروبة في 29. هذا الموقع فهو جيد لكم، يعطيك احتماليات تكون
يعني قريبة يعني من الحقيقة، يعني تكون كل شيء يعني حقيقي، ليس كاحتمالات الخاصة بك. ربما يكون احتمالات الخاصة بك فهي تكون مرتفعة ولن تصل إليها. إذا هذا الموقع فيجب أن تعتمد عليه لكي تعرف هل هذه العملة ستصل، إذا كانت الماركت كاب الخاصة بها نفس العملة نقارنها يعني بدوك كوين. دوك كوين أيضا فهي نفس يعني نفس العملة. نعم، فإذا وصلت كدوك كوين ستكون 4.62، وهذا جيد. إذا كانت دوك إيلون الماركت كاب الخاص بها نفس دوك كوين سوف تصل إلى هذا الرقم كما تشاهدون، اللي هو 4.62، وهذا جيد، وستكون يعني مضروبة في 33. أوكي، هذا الموقع يعني أحب أن أشاركه معكم كي يعني حتى وإن دخلت في أي عملة تعرف كم ستعطيك في الربح خاص بك. الحال إذا دخلت أنت في أي عملة فاعمل يعني أنك ستقوم ببيعها، وقم بكتابة يعني هذا الرقم وشاهد كم ستعطيك. طبعا الحال هنا العملة لكي تربح فيها أكثر فيجب أن تقوم بعمل انفيست أكثر. ولهذا أنا في هذا المجال الخاص بالكريبتو لا أنصحكم أن تقومون يعني باستثمار بمبالغ كبيرة جدا ربما ستفقدها. فقط استثمر بأرباحك حتى وإن فقدتها لا مشكل. فهذا هو السوق، نحن لا نعرف كم سيصل، أو يعني فقط نتابع المشاريع، نتابع الأشياء اللي هي معروفة. ونتمنى لكم التوفيق، وهذا الموقع سيفيدكم بطبيعة الحال. سجل في أسفل الفيديو، لا تنسى الضغط على زر لايك إذا عجبك الفيديو، ولمن الاشتراك في قناتنا قناة الشروح لكي تتوصل بكل جديد. دمتم في أمان الله.